unreliable. فمعلش الرقم ده يا ريت يبقى فيه تواصل مع حضرتك يا دكتور رجب، مع المركز القومي لبحوث المياه، ومنهم مع بحوث هيدروليكا طبعا، ومع بحوث النيل. حضرتك تشرفنا وطلع على الريكوردز اللي احنا بنعملها، انستنتينيوس ريكوردنج بنعملها، سواء ووتر كواليتي او الووتر ليفل. فالرقم ده بس معلش انا عندي فيه تحفظ معلش. شاكرين جدا، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. يا ريت. بالنسبه لردي على الرقم، اولا الرقم ده مش محسوب من مودلز ولا اي حاجه، هو انا اخذت العمق اللي هو 7.5 مليمتر في السنه، ده كمتوسط عام، وضربت فيه المساحه عشان اطلع الحجم. ما هوش روكت ساينس، لمساله العمق في المساحه بيديك الحجم، ده اللي احنا اتعلمناه في الثانوي. فاذا كان هناك اختلاف بين الرقم اللي حضرتك بتقول عليه 9 والرقم اللي حصلت عليه بالارثماتيك الحسابات العاديه، فده بيرجع لحاجه واحده، ان انا بستخدم متوسط سنوي، لكن طبعا في خلال الفصول الاربعه البقر طبعا بيوصل من 5 يمكن ل10، ده المدى بتاع البقر في بحيره ناصر. كان الهدف من الحسبه البسيطه دي ان انا عايز اوري ان كميه البقر ديت كميه ما بنقدرش نحصل عليها مره اخرى، وكميه بتضيع، ولو احنا استخدمنا طريقه زي بتاعت التغطيه بتاعت الخلايا الشمسيه هنستفيد بطاقه وهنقلل من اللوسز اللي هي الفقد بالبخر. ده كان الهدف من كلامي، لكن الحسبه حسبه بسيطه ليس لها اي علاقه باي مودلز. الحاجه الثانيه اللي برضو احب ان انا انوه عليها، انا بتعامل مع المركز القومي للبحوث، وبعدين في منح من المركز الثقافي البريطاني اسمها بريتش كونسل نيوتن مشرفه، وفي 2 زملاء من المركز القومي جم اشتغلوا معايا حصلوا على منح السنه الماضيه، والسنة دي من 1 أبريل في ثلاث أشخاص جايين يشتغلوا برضو معايا وحصلوا على منح من المركز البريطاني حسب الجرانت اسمها بريتش كونسل نيوتن مشرفة، والدكتور هان الشيمي مؤثر إن أنا أقول إن هو أحد المحكمين في هذا البرنامج، وبرضو مؤثر إن أنا أقول إن أنا برضو كان ليا دخل في البدء في عمل هذا البرنامج في يمكن من 15 سنة ماضية، وكان اجتماع تم في دبي، ولاول مره كنت بحاول اقنع البريتش كونسل ان هم ما يبصوش للغه الانجليزيه بتعلمها للعرب فقط، عليهم ان هم يدخلوا في بريتش كونسل ساينس، ومنه بدات الموضوع بتاع البرامج اللي هي نوت المشرفه. وانا سعيد ان انا استقبل 3 مصريين من 1 ابريل يجوا يشتغلوا معايا. فالمنح موجوده، واحنا يعني بنرحب باي زميل شاب او شابه مصريه للعمل معنا. شكرا. بعتذر لدكتور باسم درود صالح، كان ليه سؤال للدكتور محمد داوود، وايضا كان ليه سؤال او تعقيب مع دكتور رجب اجابته، ممكن بعد السيشن ان شاء الله يبقى في مجال لتبادل الراي. وبعتذر لجميع الساده الحضور اللي كان ليهم كلمات او مداخلات عذرا لظروف البث، فانا بعتذر ليهم جدا. اخيرا بس يتبقى ان تم اضافه جلسه لشباب النيل في هذه القاعة، هيقاد فيها شباب النيل من مدارس تيم من عمر 13 سنة ل 16 سنة، هيقدموا تجاربهم مع الابتكارات والاختراعات العلمية. فأنا أستاذن حضراتكم لو نديهم حافز ونديهم التشجيع نكون موجودين، عشان أكيد ده هيكون عامل إيجابي جدا جدا في البرزنتيشن الخاصة بيهم. فأنا أشكر حضراتكم جدا لو هتنتظروا هذه التجربة، هي مدتها ساعة بس الجلسة، بعد هذه الجلسة مباشرة. بشكر شكرا جزيلا للمنصة الكريمة دكتور هاني الشيبي، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا تاني دكتور رجب شكرا جزيلا، دكتور محمد داوود شكرا جزيلا، دكتور عاصم محاضر بشكر حضرتك، واخيرا وليس اخيرا كل الشكر للدكتور عمرو حسنين، شكرا جزيلا لكم ساده المدراء، شكرا جزيلا للحضور الكريم، اشكر حضراتكم لفرصه الاستماع واعتذر للي تضاف، شكرا جزيلا الى اللقاء.